كيف يمكن فهم هذه الضربة الروسية التي توجه لإدلب بعد يوم واحد من اتصال أردوغان ببوتين وإعلان دعم أنقرة لبوتين ضد حالة التمرد تلك؟ ممتاز، سؤال يعني حريف جدا أو حريف جدا كما يقال. أعتقد أن إذا نظرنا إلى عملية الضرب نرى أنه مجموعة رسائل تتخلل هذه المكاسب، ولكن نريد أن نوجه الرسالة الأولى من طرفنا نحن كسوريين كثوار على الأرض. أقول هل دول التطبيع التي تتهافت إلى التطبيع مع نظام بشار الأسد تعي ما الذي حصل؟ هل هذه الدول التي قدمت سيناريو من خلال الجامعة العربية بأن هذا النظام يمكن أن يغير سلوكه وأنه يعني يمكن أن ينصلح حاله وأنه يمكن أن يكون بالتقارب معه إبعاد الشبح الإيراني والميليشيات الطائفية، هل يرون أن حقيقة النظام اليوم حتى هذه اللحظة النظام ما يزال هو الضاغط على تهريب المخدرات لحدودهم؟ فهمنا هذا الأمر على طول هذه الفترة، ولكن الأمر الجديد لا يزال سياسة النظام قتل السوريين المدنيين، لا يزال سياسة النظام أن يكون هناك قلاقل، وبالتالي لا يوجد استقرار في سوريا وإنما نظام حرب، وهذا النظام لا يؤمن عليه بأن يكون هناك استقرار سياسي في سوريا. لذلك على الدول التي تتهافت في التطبيع مع هذا النظام أن تعيد حساباتها، لأن هذا النظام لا يؤتمن ولا يوثق بخطواته في قادم الأيام، وخطوة الذي يحدث في إدلب خلال الأيام الأخيرة خير دليل وخير شاهد. الآن الرسائل الأخرى، روسيا تريد أن تقول أمام العالم أنها تدير كل المناطق التي ذات نفوذ تخضع لنفوذها مباشرة، يعني بعد سويعات من عملية الانقلاب أو التمرد الذي حصل أن روسيا ما تزال قادرة على إدارة المشهد. واليوم أيضا نرى أن شويغو ذهب إلى كما يقال، هل هذه الصور يعني حديثة أم لا لا أعلم، ولكن الذي حصل أنه يقيل أن شويغو في مناطق الصراع في الأراضي المحتلة في أوكرانيا. إذن تريد روسيا أن تصدر رسالة إلى العالم بأنها لا تزال قادرة على إدارة المشهد وأنها لا تزال قوية. المشهد الثاني، أنا أرى حقيقة أن هناك رسالة من روسيا إلى إيران، هناك شكوك ويعني بعض السيناريوهات التي تقول أن إيران باتت تتحرك في سوريا بمعزل عن روسيا، وطائرة بدون طيار التي استهدفت بعض المناطق في ريف اللاذقية كانت بفعل إيراني، وأن روسيا أرادت أن تصور المشهد من جديد أن السماء تملكها هي وليست طائرات بدون طيار شاهد الإيرانية. الرسالة الثالثة تركيا، أنا أرى حقيقة أن الذي حصل في أستانا الأخير أستانا 20 يوم 20 و21 في أستانا كان مخرجات واضحة بالنسبة أن تركيا خرجت ممتعضة من هذه المخرجات، وقالت تركيا بشكل واضح أن مبادرة روسيا لا ترضيها ولم تقبل بها. لذلك أرادت روسيا أن تضغط على تركيا من جديد بما يعرف بالتصعيد عسكري في مناطق الشمال السوري إدلب على وجه التحديد. وماذا يعني ذلك؟ 4 مليون نازح موجودين في إدلب سيتحولون إلى مشروع عبور اللجوء إلى الداخل التركي، وبالتالي يسبب أمر ضغط كبير على تركيا. إذن تركيا تشعر بضغط مثل هذه العمليات العسكرية خوفا من تهجير لاجئين سوريين، كون أن هؤلاء اللاجئين فيما إذا تعرضوا إلى سيناريو إما أن يقتلوا على الأراضي أو يهربوا فسيكون الهروب فقط طريق واحد هو تركيا. لذلك أنا أرى حقيقة أن روسيا أرادت أن تضغط أيضا على تركيا، ولكن هذا الضغط ليس بخصوصية العلاقة المباشرة ما بين بوتين وأردوغان، وليس بخصوصية عملية الانقلاب، وإنما بخصوصية للعودة إلى الوراء 2021 أن تركيا لم تقبل بمبادرة روسيا في عملية الحل السياسي بينها وبين التقارب النظام وأن تركيا لم تقبل، وأن تركيا لا تزال مصرة على أن يكون هناك مشروع حل سياسي في سوريا، لا أن يكون هناك تطبيع مع النظام بدون أي ثمن وبدون أي خطوة مقابل خطوة كما يفترض كما سوقتها الأردن. إذن الدول العربية والدولة التركية يراقبون المشهد عن كثب الآن، وينظرون ويعلمون أن لا النظام يوثق فيه، وأن الدول الفاعلة روسيا وإيران مصلحتهم لا تتقاطع مع مصالح هذه الدول في استقرار سوريا وإيجاد حل سياسي يضمن لسوريا أن يكون هناك استقرار.